الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء، على الطريق الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، حفظ الأنفس واجب شرعي لا خيرة للإنسان في التفريط به، بل هو من الضروريات المصونة في كل شريعة. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها المسلمون، إن فيروس كورونا ما زالت الحاجة إلى مكافحته قائمة، فعلى كل منا أن يدرك أن التدابير المتخذة لمنع تفشيه إنما اتخذت للمحافظة على النفوس، وعلى كل واحد منا أن يحترم هذه التدابير وأن يستمع للتعليمات ويطيعها. وهذه الاحترازات نوعان: منها ما هو سيادي يسري الإجراء المتبع فيها على الجميع، ومنها ما هو سلوكيات مطلوبة اقتضتها بل أوجبتها أهمية منع انتشار هذا المرض. وقد تحملت الدولة وفقها الله مسؤوليتها، فوضحتها للناس ودعتهم إليها، فيجب عليهم الانقياد لها واحترامها واتباعها بدقة، لأن الالتزام بها من طاعة ولي الأمر، من طاعة ولي الأمر التي أوجبها الله في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: اسمعوا وأطيعوا، كما أنها تعليمات يدرك العاقل أنها تصب في صميم مصلحته، فلا يسوغ التهاون بها ولا يجوز التخلي عنها. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المسلمون، هذه التدابير أسباب مشروعة يتخذها الإنسان تفادياً للشر، وهي كسائر تدابير الناس المتنوعة التي يتخذونها لجلب المصالح ودرء المفاسد. ولا تنافي التوكل على الله، فلنتوكل على الله ولنأخذ بالأسباب من غير إهمال، فإن إهمال الأسباب ليس توكلا بل هو تواكل مذموم. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الجمع بين التوكل والتسبب، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل على ناقة له فقال: يا رسول الله،
أدعوها وأتوكل، فقال اعقلها وتوكل. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. بل إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالجمع بين التوكل والتسبب، كما يظهر في تدابيره حين عزم على الهجرة قبل الخروج من بيته، وفي إيوائه إلى الغار، وتدابيره المتنوعة في مغازيه كحفر الخندق وغير ذلك. فعلى المسلم ألا يخل بالتوكل ولا بأخذ الأسباب، وأن يكون قلبه متعلقًا بالله تعالى. هذا، وصلوا على محمد بن عبد الله. قد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ودمر أعداء الدين، اللهم وكل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اجعلنا وإياهما آمرين بالمعروف مطبقين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتطبيق شرعك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل الجميع رحمة على رعاياهم. اللهم سلمنا وسلم المسلمين. اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ادفع عنا الربا والزنا، اللهم ادفع عنا جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا وأغننا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، تحيي به البلاد وتسقي به العباد، وتجعله اللهم بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.